بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 22 فيفري 2020 بمقر جمعية بشائر الرحمة بمكتب تغنيف عند الأخت سعاد. تفضلي سعاد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما اليوم جاتنا الأم أمي هذه مسكينة راهي طالبة عمرها. كما نطلبوا المحسنين اللي نعاونوا هذه المسكينة. قالت لي ثمانية عمرها. قالت قبل ما نلقى الله تعالى خاصني عمرها. نطلبوا المحسنين اللي نعاونوها وكما تعرفون احنا نديروا غير الخير. ها هي جات مسكينة طلبت منك. كما نطلبوا كاع المحسنين راهي قدامكم الامل اني نجيب لكم الحاجه تن عندكم بها تشوفوا بعينيكم. ها هي وهي ضغط تقول ميمه الشاره خاصك. وتفضل خاصني عمره. قولي لهم بسم الله الرحمن الرحيم خاصني عمره. تطلبي من المحسنين باش يعاونوك يجيبوا لك عمره. انت مين وين تسكني؟ بلاصتها. اذا على المحسنين اللي يرغبوا باش يساعدوا هذه السيده في عمره يتصلوا بمكتب بشائر الرحمة عند الأخت سعاد شارع القدس بيتي غنيف باش يعطوا تبرعاتهم وباش يساعدوا الحاجة كما قلنا إن شاء الله. ونتمنوا باش يعني يكثروا المحسنين. رانا نشوفوا في بعض المحسنين في تي غنيف وغير تي غنيف راهم يقدموا يد العون والمساعدات للمعوزين. وإن شاء الله نتمنوا باش ان شاء الله نشوفوا نتيجه في هذا النداء تاع هذه السيده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما راكم تشوفوا راهم كاينين زعما اللي يمدوا هذه يد العون. ماشي شرط زعما في حاجه ماشي شرط واحد مريض يروحوا يعاونوا في هذيك الصوالح ولا في الدواء ولا في حاجه ولا كيما هذه راهي في قلبها حاجه ما كاينش اللي ما يبغيهاش. كبير يبغيها صغير يبغيها دروك راهي معاقه ما عندهاش باه تنفق ما عندهاش باه تحرك ما عندهاش باه تدير حتى حاجه. الله غالب هي قالت لك راهي في قلبي عمره. ان شاء الله يا ربي ان هذا النداء المحسنين بيعاونوا ان شاء الله يا ربي في هذه العمره. ان شاء الله يا ربي رانا واقفين مع تل تل ان شاء الله. ان شاء الله الله يسهل الحاجه. ادعي لهم ربي. ان شاء الله. ادعي لهم ربي. ربي يخلصهم وربي يعطيهم المتمنين ويكمل لهم ما باغيين. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوفوا مسكينه خاصها ثاني كروسه جديده راكم تشوفوها ايش كاع انكسرت لها مسكينه. ها ها هاي مكسره وخاصها مسكينه ما تتحرك ما عندهمش. الله غالب كاينين عندها ربي كاينين وانتم المحسنين المحسنين ان شاء الله يا ربي كاينين المحسنين ان شاء الله يا ربي. كما شكرك سي احمد خويا الشيشه ربي يحفظك. صحيتو بارك الله فيكم اخواني. سلام.